الموجات الساكنة. ما المقصود بالموجة الموقوفة؟ هي تلك الموجات التي تنشأ من تراقب قطارين من الموجات متماثلين في التردد والسعة، لكنهما يسريان في اتجاهين متعاكسين. مما تتكون الموجات الموقوفة؟ بتتكون الموجات الموقوفة من عقدة وبطن. ما المقصود بالعقدة؟ العقدة هي موضع في الموجة الموقوفة تنعدم فيه سعة الاهتزاز. أما البطن هو موضع في الموجة الموقوفة بتكون فيه سعة الاهتزاز قيمة عظمى، وفي منتصف المسافة بين عقدتين متتاليتين. لماذا سميت الموجات الموقوفة بهذا الاسم؟ سميت الموجات الموقوفة بهذا الاسم بسبب ثبات مواضع العقد والبطون. الموجة الموقوفة اللي عندي بهذا الشكل، هذه عقدة عقدة عقدة. الموجة الموقوفة عبارة عن عقد وبطون، عقدة عقدة، هذا يسمى بطن. زي ما قلنا، لماذا سميت الموجات الموقوفة بهذا الاسم؟ بسبب ثبات مواضع العقد والبطون. المسافة بين عقدتين متتاليتين بيسمى نصف موجة لمدة على اثنين، يساوي نصف موجة لمدة على اثنين، أو يسمى قطاع، بنسميه قطاع. البعد بين عقدتين متتاليتين يسمى قطاع أو نصف موجة. البعد أو مثلي المسافة بين عقدتين متتاليتين يسمى الطول الموجي للموجة الموقوفة. الطول الموجي للموجة الموقوفة هو مثلي المسافة بين عقدتين متتاليتين. القطاع من الممكن أن يهتز على شكل الوتر، ممكن يهتز على شكل قطاع واحد فيعطي نغمة تختلف عن النغمة التي يصدرها الوتر إذا اهتز على شكل قطاعين، يختلف عن النغمة التي تصدرها الوتر عندما يهتز على شكل ثلاث قطاعات. فعندي في الجدول الموضح قدامي، عندي وتر اهتز في الحالة الأولى على شكل قطاع واحد، لذلك لما نقول عدد القطاعات هنقول له إن N تساوي واحد. في الشكل الثاني N تساوي اثنين، في الشكل الثالث N تساوي ثلاثة. اسم النغمة، النغمة في الحالة الأولى بنسميها نغمة أساسية. النغمة في الحالة الثانية تسمى توافقية أولى. في الحالة الثالثة أو في الشكل الثالث اللي عندي لما يهتز على شكل ثلاث قطاعات تسمى توافقية ثانية. الطول الموجي لمدة هتساوي 2 L. في الحالة الثانية اللمدة هتساوي ال L. اللمدة تساوي 2 L على 3. تردد النغمة، تردد النغمة في الحالة الأولى التردد اللي هو F هنسميه تردد النغمة الأساسية، هيساوي ال V على 2 L. ال F1 هيساوي ال V على ال L. ال F2 هيساوي 3 V على 2 L. لو حبينا نرسم ونعمل النسبة بين تردد النغمات، النسبة بين تردد النغمات في الأوتار المهتزة. النسبة عندي F نود إلى F واحد إلى F اثنين بنسبة واحد إلى اثنين إلى ثلاثة. يعني لو عايز أحسب تردد النغمة التوافقية الأولى
هقول ان تردد النغمة التوافقية الاولى الـ F1 هتساوي مثلي تردد النغمة الاساسية. تردد النغمة التوافقية الثانية ثلاثة امثال تردد النغمة الاساسية وهكذا. نلاحظ ان تردد النغمات بيتضاعف بزيادة عدد القطاعات، يعني التردد هيتناسب طرديا مع عدد القطاعات للوتر المهتز. من هذه العلاقة نقدر نقول ان انا عندي المسافة او طول القطاع الواحد طول القطاع راح يساوي لمدة على 2، طول القطاع يساوي المسافة بين عقدتين متتاليتين يساوي نصف الطول الموجي يساوي طول القطاع مقسوم على عدد القطاعات اللي هو N. من هذه العلاقة هنلاحظ ان الطول الموجي في حالة الأوتار المهتزة هيساوي 2L على N، 2 ضرب طول الوتر على عدد القطاعات. طب أنا عندي التردد الـ F بيساوي الـ V على لامدا، يبقى تردد أي نغمة في الوتر المهتز يمكن تحديدها من العلاقة F تساوي N V على 2L. عندي مسألة تطبيق على الكلام اللي قلناه. وتر اهتز وتر طوله 240 سنتيمتر اهتزازا رنينيا في 3 قطاعات عندما كان التردد 15 هرتز. احسب الطول الموجي. بداية يهمنا جدا التركيز على الوحدات. انا عندي الوحدة الطول الوتر اللي هو ال بيساوي 240 سنتي، هقسمها على 100 هتطلع بيساوي 2.4 متر. عايز احسب الطول الموجي من خلال العلاقة اللي احنا قلناها من شوية، ان الطول الموجي للوتر لامدا بتساوي 2L على N تساوي 2 ضرب 2.4 على عدد القطاعات اللي عندي. هو قال لي اهتز في 3 قطاعات، يعني ان بتساوي 3 هنقول له على 3 تطلع بتساوي 1.6 متر. المطلوب الثاني سرعة انتشار الموجة. سرعة انتشار الموجة الـ V بتساوي الـ F في لاميدا تساوي التردد 15 هرتز، هذا 15 ضرب اللاميدا 1.6 هتطلع بتساوي 24 متر لكل ثانية. هنتكلم عن النغمة الأساسية. النغمة الأساسية اللي عندي بتحدد من العلاقة F بتساوي 1 على 2L الجذر التربيعي لـ T على ميو. من هذه العلاقة نقدر نحدد العوامل التي تتوقف عليها تردد النغمة الأساسية. أنا عندي الـ L طول الوتر، الـ T هذه قوة الشد، ميو كتلة وحدة الأطوال. أول عامل عندي اللي هو طول الوتر، ونقول تردد النغمة الأساسية، تردد النغمة الأساسية يتناسب تناسبا عكسيا مع طول الوتر عند ثبات باقي العوامل. عند ثبات باقي العوامل لما نحب نرسم العلاقة البيانية هنرسم الطول على المحور الأفقي بالمتر، علاقة عكسية. لو حبينا نرسم العلاقة مع مقلوب الطول 1 على ال L
تصبح علاقة طردية. يبقى العامل الأول عندنا هنقول إن إحنا عندنا تردد النغمة الأساسية يتناسب تناسبا عكسيا مع طول الوتر عند ثبات باقي العوامل. العامل الثاني قوة الشد. تردد النغمة الأساسية يتناسب تناسبا طرديا مع الجذر التربيعي لقوة الشد. يعني أنا عندي ال F تتناسب طرديا مع جذر ال T. لو أنا بقارن ما بين تردد نغمتين F1 على F2 هيساوي الجذر التربيعي ل T1 على ال T2. نرسم العلاقة البيانية ال F مع جذر ال T، هنقول علاقة طردية. العامل الثاني من العوامل تقف عليها تردد النغمة الأساسية كتلة وحدة الأطوال، حيث تتناسب تردد النغمة الأساسية تناسبا عكسيا مع الجذر التربيعي لكتلة وحدة الأطوال، ف F تتناسب عكسيا مع 1 على جذر mu. لو بقارن ما بين ترددين هقول له إن ال F1 على ال F2 راح يساوي الجذر التربيعي لميو 2 على ميو 1. نرسم العلاقة البيانية. لما أحب أرسم علاقة ما بين كتلة وحدة الأطوال أو الجذر التربيعي لكتلة وحدة الأطوال وعلاقة عكسية، أرسم العلاقة ما بين مقلوب الجذر التربيعي لكتلة وحدة الأطوال وتردد النغمة، هتصبح علاقة طردية. عندنا مسألة تطبيق على الأوتار وتردد النغمة الأساسية. شد وتر طوله 80 سنتيمتر وكتلته نص جرام بقوة مقدارها 49 نيوتن. احسب كتلة وحدة الأطوال، تردد النغمة الأساسية، تردد النغمة التوافقية الثانية. زي ما اتفقنا هحسب الطول، لازم أحوله من سنتيمتر إلى متر وأقسم على 100، فيطلع الطول عندي بيساوي 0.8 متر. الكتلة بقسمها على 1000 عشان أحولها من جرام إلى كيلو جرام، فتكون عندي كتلة الوتر اللي هي M هتساوي 5 × 10^4 كيلو جرام. قوة الشد بنيوتن. كتلة وحدة أطوال قانونها لميو بتساوي كتلة الوتر على طول الوتر، بتساوي كتلة الوتر عندي 5 × 10^4 على طول الوتر 0.8 يساوي 6.25 × 10^4 كيلو جرام لكل متر. المطلوب الثاني تردد النغمة الأساسية. الإف نود تساوي 1/2L الجذر التربيعي لتي على ميو، بيساوي 1/2 × 0.8 في الجذر التربيعي 49 على 6.25 × 10^4، تطلع بتساوي 175 هرتز. تردد النغمة التوافقية الثانية ال F2 هتساوي 3 × F نود، يعني 3 أمثال تردد النغمة الأساسية، هيساوي 3 × 175 يساوي 525 هرتز.